آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ما زالت تمارس عدوانها على قطاع غزة وخاصة المستشفيات، بالرغم من خروج جميع مستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع من الخدمة، وأن 11 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي. فبعد حصار دام عدة أيام، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع قبل أن ينسحب منه، ودفن عشرات الجثث لنازحين في ساحة المستشفى. الساعة تقريبا 7:00 و7:30 اقتحموا المبنى وبدوا يفتشوا وسحبوا الكادر واحد واحد للتحقيق والمصابين. طبعا في جثث، هنا كانت حوالي 6 جثث، والمريضة 600 فوق توفت، نزلوا بعرفش يسووا فيه، انا على كلام الكادر انه حرقهم. وتعرض المستشفى الذي يقع في بيت لاهيا وكان يحتمي داخله الآلاف من سكان القطاع الذين تهدمت منازلهم لقصف إسرائيلي أوائل ديسمبر الجاري على البوابة الشمالية للمستشفى، مما أسفر عن وقوع إصابات وسقوط عدد من الشهداء. 20 سنة لا ألف مقاومة، وعهد الله ما ألف، أقول لك وعهد الله مريض نفسي، وعهد الله جيل هانا قاعد جيب له العلاج النفسي معي، أي العلاج النفسي، أقسم بالله أيها أي العلاج النفسي، ابن مريض نفسي جاي يعطي العلاج النفسي، بس ملاقيه تحت التراب ابني، أقسم بالله جاي يعطي العلاج. قتلت ناس، ناس اندفنت هان تحت الركام، وأطفال ماتوا من الخوف، في جرحى، كان وضعهم يعني بإمكانهم يعيشوا، بس عشان فيش عدات إنهم يتعالجوا فماتوا راحوا فيها. ومع توقف مستشفى كمال عدوان عن تقديم الخدمة الطبية، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 400,000 فلسطيني في شمالي القطاع أصبحوا بلا مستشفيات أو مراكز صحية، كما خرجت 55 سيارة إسعاف عن الخدمة. القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية أصبحت حبراً على ورق بعد هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، كونها لا تستطيع أن تحمي المستشفيات من القصف، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين النازحين.